طيب يعني دي الفقره اللي فيها حاجه يا بابا كده خلي فوقك معانا هنا. انا هسالكم سؤال يمكن انتم ما هتتكلموا وماذا يجاوب ما يجاوب، لكن ساكت من 13 يا جماعه عربي عشان الا ايوه الشيء اللي استمعنا له ده التاريخ ده البلد ده الثقافه ده الانسان النوبي ده عطاؤه دي أرضنا واللغة النوبية لغتنا والدين اللي احنا ربينا عليه واللي شفناه والمديح اللي استمعنا له من مولانا محمد الشريف هو المديح اللي احنا كلنا لما شبينا وقمنا يعني قمنا على هذا الإيقاع. الساكة بلدنا اللي تشوي سيرا فيه بلدنا كدينا فينا قولي بلدنا إن شاء الله يكوي اه يا حجه ايه بلدك دي انا رايد منها لا 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 في الكوم لا لا انت تكريت اول جول اگر جول في سكتنا بعدين انا لا لا اگر تجوي ايه لا نو بلدك جوم كما الله لازم تشكرك على ما يجيك تاكي جوا لا تاكا فلا فاتجه يعني رايد مو تكجك لا لا اي هاي مو ملكي كجك الناس ولو جوا طيب